السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا، وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله بينعاد علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين والمسلمات جميع يا رب بالخير والسلام والأمن والأمان والاستقرار إن شاء الله. وإن شاء الله هيك السنة الجاية يا رب نكون على جبل عرفات، كل مين حابب يطلع على مكة إن شاء الله يروح للحج، فإن شاء الله الله يكرمنا يا رب بإذن الله والسامعين بإذن الله. ما راح أطول عليكم اليوم، الفيديو تبعي راح يحكي عن موضوع كتير مهم. تمام، إذا كانت قناتك مفعلة عندك 1000 مشترك ولا ما عندك 1000 مشترك، تمام، لازم تعمل هي الشغلة. شو هي الشغلة يا محمد؟ الشغلة إنه أنت بعد ما تعمل جوجل أدسنس، تمام، بس تعمل حساب جوجل أدسنس، لازم تفوت تعمل هي الخطوة اللي هنفوت نعملها هلا اليوم، تمام، وما تستنى يعني حتى تفعل قناتك. تعمل حساب جوجل ادسنس، تستنى 3 أيام 4 أيام لحتى يتفعل حسابك تبع جوجل ادسنس، بس يقولك انه تفعل صار مفعل، لازم تعمل هاي الخطوات اللي رحنا رح نعملها اليوم لحتى يكمل انشاء الحساب تبعك تبع جوجل ادسنس، عشان ان شاء الله بس توصلوا لتحقيق الربح بالقناة تبعكم، تمام، يكون الجوجل ادسنس تبعكم جاهز مشان تربطوه بالقناة وتحصلوا الأرباح تبع قناتكم عن طريقه، تمام. فهلأ رح نحكي عن هذا الموضوع ورح أشرح لكم خطوة بخطوة، وأنا هذا الحكي مبارح ساويته، يعني فتت وعبيت الموضوع، عبيت الاستمارة وساويتها كلها وبعتتها لجوجل أدسنس وقالوا لي إنه مقبولة. بالإضافة مشان إذا بدهم يبعتوا لكم رمز البين، تمام، يبعثوا لكم رمز البين بسرعة، تمام، يعني انتم تستحصلوا على رمز البين مشان تفعلوا قناتكم بسهولة وبسرعة، مشان تحققوا الشروط تبع القناة تبعكم باليوتيوب يكون جاهز حسابكم واموركم بخير، تمام. فهلأ رح نمشي معكم خطوة بخطوة وورجيكم شو الموضوع اللي لازم نساويه، واذا بتحبوا كل من عنده مثلا موبايل تاني يشغل الفيديو تبعي على موبايله التاني، تمام، ويشتغل من موبايله يلي بده يفعل عليه الجوجل ادسنس ويظبطه ويحط المعلومات كلها عنه، يعني شغلوا موبايل الفيديو والموبايل الثاني بيكون تفعلوا عليه الحساب اشتغلوا عليه مشان تشوفوا خطوه بخطوه، تمام. تمام، هلا خلينا نبلش. قبل ما نبلش الله يخليكم، كل مين عم يشوف فيديو جديد اشترك بالقناه او اشتركي بالقناه واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن. والقناه مثل ما كنتم شايفين لحد الآن يعني تقريبا حيصيروا 500 مشترك إن شاء الله، بدنا دعمكم الله يخليكم لحتى نوصل للألف مشترك، بدنا دعم يعني دعمونا لحتى نوصل للألف مشترك، لأنه بأيام معي تقريبا 4 شهور لحتى تخلص المهلة تبع السنة اللي هي لازم حقق فيها 4000 ساعة والألف مشترك. فلا تنسونا من الدعم الله يخليكم، وبالإضافة فوتوا لعندي على القناة فيها كتير شغلات حلوة ومفيدة ممكن تستفادوا منها بإذن الله. يلا خلينا نبلش. هلا اول شغله راح نساويها بنفوت على صفحه جوجل، تمام، بنفوت من جوجل كروم، تمام، نكتب جوجل ادسنس مثل مكاتب انا هون، بعدين بنفوت على اول خيار اللي هو هاد جوجل ادسنس، تمام، بس نفوت عليه بيقلب لنا على هي الصفحه بيطلع لنا هيك. هلا طبعا احنا بس فتنا على جوجل ادسنس وعملنا تسجيل دخول من الايميل تبعنا، تمام، بعد ما نسجل الدخول بيعطينا هي الصفحه، تمام، بس يعطينا هاي الصفحة بنكبس على هدول الثلاث الخطوط يلي موجودين عنا فوق على اليمين، تمام، بعد ما نكبس عليهم بيفتح لنا على هاي الصفحة مثل ما شايفين مكتوب اول شيء عنا الصفحة الرئيسية، بعدين التقارير، الدفعات، الحساب، التعليمات، بنفوت على كلمة الدفعات، تمام، بنكبس عليها بيقلب لنا على هاي الصفحة. بس يفتح لنا هي الصفحة، هون فتح لنا على الصفحة تبعنا، إذا كان في أموال جاية على الحساب تكون نازلة عنا هون موجودة، تمام، هون عنا المعاملات، إذا كان في تحويلات مصاري محولين لك إياها في معاملات يعني،
تلاقي مكتوب هون معاملة رقم 1 2 3 أو التواريخ، تاريخ مثلا اليوم 21/7/2021 تلاقي فيه إنه معاملة كذا وكذا وكذا. فهون المعاملات، هون على اليسار عندنا الإعدادات، هون بتلاقي محطوط AdSense اللي هو رقم البروفايل تبعك اللي هو الملف تبعك، بالإضافة اسمك موجود تحت ومكتوب هون تحت مستخدم واحد. تمام، نحن وين لازم نفوت؟ لازم نفوت على كلمة إدارة الإعدادات، شايفين؟ نفوت على كلمة إدارة الإعدادات. أنا هي أنا يعني أنا مفعلة هيك، ساويت هي الطريقة أنا مساويها. تمام، هلا بس نكبس على كلمة الإعدادات، إدارة الإعدادات، بينقلنا على هي الصفحة. هون شو عم قلنا؟ أول شيء مكتوب هون حساب الدفعات، ما لنا فيه، مننزل لتحت مندور على كلمة اسمها المعلومات الضريبية في الولايات المتحدة. تمام، منكبس عليها، نكبس على هذا القلم. بس نكبس على القلم شوفوا شو بيطلع بعد مننا تحت، بيطلع كلمة إدارة المعلومات الضريبية. بكبس على كلمة إدارة المعلومات الضريبية، بعدين بيقلبني على هي الصفحة. بس نفوت على هي الصفحة مثل ما كنا شايفين شو مكتوب هون، إدارة المعلومات الضريبية يوجد توفير المعلومات الضريبية وكذا، ما رح طول عليكم. هم كاتبين احرب الأحمر مطرح مو في إشارة حمراء، احرص على توفير معلومات الضرائب الخاصة بك للحصول على العائدات من جوجل، سيستغرق هذا الإجراء بضع دقائق، يعني إنه فوت وفاعل هذا الموضوع بضع دقائق. تمام، نحن لازم نكبس هون على كلمة إضافة المعلومات الضريبية. بس نكبس على هي الكلمة بيقلبنا على هي الصفحة. هون شو عم يقلنا؟ عم يقلنا حط الإيميل تبعك اللي أنت عملته تبع الأدسنس حسابك، وحط كلمة السر. نحط الإيميل وكلمة السر، بعدين نعطي كلمة التالي. بعد ما نعطي كلمة التالي بيقلبنا على هي الصفحة. هون هلا شو عم يقلنا؟ معلومات عن الضرائب في الولايات المتحدة. نحن بدنا نمشي خطوة خطوة. تمام، يعني هلا حنعمل خطوة خطوة. هون مكتوب ما نوع الحساب، بتلاقي مكتوب اسمك، اسم صاحب الحساب. تمام، حاطين لك بدك يا فردي ولا كيان مؤسسة غير فردية، يعني لشركة لكذا، ولا بدك يا فردي شخصي لك. نقول له نحن فردي، بعدين نقول له كلمة التالي، بيقلب لنا على الخيار الثاني اللي هو هل أنت مواطن أو مقيم في الولايات المتحدة. إذا كنت مواطن مقيم هنيك بتقول له نعم، إذا لا بتقول له لا، بتقول له لا بعدين بتقول له التالي، بينقلنا على هي الصفحة. اختر نوع النموذج الضريبي W8. تمام، هون حاطي لك الخيار الاول، شوف اللي انا اخده. غالبا ما يتم استخدام هذا النموذج من قبل افراد غير امريكيين، ويمكن ايضا استخدامه لطلب الاستفادة من مزايا المعاهدة الضريبية. يعني البلد اللي حضرتك موجود فيها او حضرتك موجودة فيها، اذا كان فيها الاتفاقية تبع المعاهدة بين الدولتين تبع الضرائب، تمام، منحط على أول خيار مثل ما كنتم شايفين. إذا كان البلد أنت موجود فيها معاهدة بينه وبين أمريكا، بتحط على الخيار الأول. الخيار الثاني غالبا ما يتم استخدام هذا النموذج من قبل كيان تجاري أو فردي غير أمريكي يجني نخلا مرتبطا بتجارة أو نشاط تجاري له في الولايات المتحدة، ويقدم إقرارا ضريبيا للدخل في الولايات المتحدة. يعني شخص ما له أمريكي، تمام، وعايش بأمريكا هو مثلا، وفي له شغل هنيك بأمريكا وبيدفع ضرائب وله رقم ضريبي وله كتير الأمور هي، بتعامل يعني بأمريكا مع الشغلات هي، فلازم يحط على الخيار يلي تحت. فأنا بحط على الخيار الأولاني لأنه ولا مرة متعامل مع الولايات المتحدة، بالإضافة أنه أنا الدولة اللي أنا موجود فيها فيها اتفاقية الضرائب بينها وبين البلد الثاني اللي هي أمريكا. ونحط على فتح نموذج W8BAN. تمام، بس نكبس عليها بيقلب لنا على هي الصفحة. هلا مثل ما كنا شايفين هون حاططنا أول شيء الاسم، اسم صاحب الحساب، تحت اسم التجاري أو الكذا، فهي مالنا فيها. عندنا الخيار يلي تحت اللي هو المنطقة أو البلد الذي تحمل جنسيته، وإن أنت المنطقة اللي ساكن فيها والإقامة اللي معك موجودة، بتحط هون أي بلد. تمام،
تحت عنا هون رقم TIN، حكيت عنه، في عندي فيديوهات، أنا حكيت بفيديو شو هو رقم TIN وشو بإمكانكم تحطوه. رح حط لكم الرابط عندي هلأ بالوصف، إمكانكم تفوتوا تعرفوا شو هو هذا TIN، لأنه أنا عامل فيديو خصوصي عنه. تمام؟ فهون بتحطوا الرقم الضريبي تبعكم إذا عندكم رقم ضريبي، وإذا ما عندكم بتحطوا رقم الهوية، وإذا ما عندكم بإمكانكم ما تحطوا ولا أي شيء. حاطيلكم هون اختياري، فوتوا لعندي على الفيديو بالوصف، تمام، وشوفوا الفيديو شو هو هذا ضريبة TIN. تمام، يلي تحته رقم التعريف الضريبي TIN بالولايات المتحدة، إذا عندك رقم ضريبي بالولايات المتحدة بتحط الرقم الضريبي هون. تمام هي لك هلا بعد محاطة معلومات أنا كلياتها، هيك الصفحة بتطلع حاطت مثلا ألمانيا، اسمي، رقم الضريبي، وبعدين بنحط له هون على التالي، بيقلبنا على هي الصفحة. هون عم يقول لك هلا البلد، أي بلد أنتم موجودين، تمام، البلد موجودين فيها بنحطها هون، بالإضافة عنا هون تحت بتحطوا عنوان الشارع نفسه يلي عملتوه وقت انشأتوا حساب جوجل ادسنس، يعني نفس المعلومات اللي حطيتوها بجوجل ادسنس عن عنوانكم وعن كل شيء بتحطوها هون نفسها تماما. تمام، نفس اللي حطيتوه بتحطوه هون. هلا يلي ما له عامل حساب جوجل ادسنس، تمام، يلي عم يشوف فيديو هلا ما له عامل حساب جوجل ادسنس، راح احط لكم كمان الرابط بالوصف وقلكم كيف تعملوا حساب جوجل ادسنس، كمان عامل فيديو عن طريقة انشاء حساب جوجل ادسنس. تمام، كمان راح احط لكم اياه بالوصف، بامكانكم تفوتوا على الوصف وتشوفوا الفيديو. تمام، اسم الشارع هون تحت حاطين الشقة وجناح او غير ذلك اختياري، ما تحط شيء هون عادي. تحت الرمز البريدي تبع المنطقة تبعكم، كمان بتلاقوا المعلومات بالفيديو تبع انشاء الحساب جوجل، بتحطوا رمز المدينة تبعكم. تحت عنا هون كمان حاطط لك انه عنوان المراسلات البريدية، انت اذا عندك عنوان بريد خصوصي بمركز البريد ببلدك وين ما انت موجود، بتحط شو وين العنوان البريدي، تمام، بتحط اسم الشارع اللي هو عنوان البريدي اذا كان عندك بريد، بالاضافة بتحط الرمز البريدي وبأي مدينة. تمام، فبإمكانك تحط هاي المعلومات انت اذا حبيت او حضرتك اذا حبيت. تمام، هلأ هون بنقول له بعدين على التالي، بس نكبس له التالي بيقلبنا على هاي الصفحة هون. هلأ هون عم يقلنا طبعا هون فوق حاطت المعلومات اللي انا حطيتها، رقم ضريبي واسمي وين ساكن وشو الامور كلها اللي حطيتها حاططها هون. هلأ نشوف هلأ تحت هون شو مكتوب، هل تريد المطالبة بنسبة اقتطاع اقل بموجب معاهدة ضريبية؟ يعني انت البلد اللي موجود فيها بتتضمن الاتفاقية تبع الضرائب؟ إذا بتتضمن الاتفاقية تبع الضرائب بينك وبين البلد اللي أنت موجود قاعد فيها، بتحط على نعم، مقيم في منطقة أو بلد يطلب الاستفادة من مزايا المعاهدة مع الولايات المتحدة. تمام؟ إذا كنت موجود ببلد ما في اتفاقية بينها وبين أمريكا بالموضوع الضرائب، بتحط على لا. بس تحط على لا، هذا معناته أنه رح ينخصم من حضرتك 30% ضرائب على كل مشاهدات بتجيك من أمريكا. كمان أنا عامل فيديو أنه كيف تنحسب الضرائب هيك باليوتيوب، كمان عامل فيديو، أنا كمان رح حط لكم الفيديو بالوصف بإمكانكم تفوتوا على الوصف وتشوفوا شو الفكرة من موضوع الدفع 30% أو أنك تدفع 0%. تمام؟ راح نحكي عن هذا الموضوع كمان وحط لكم الرابط بالوصف. طيب، مع اتفقنا هلأ إذا ما كنت أنت ببلد بتحط لا، وإذا كنت أنت ببلد في اتفاقية بتحط نعم. بعدين بتقول له التالي، يقلبنا على هي الصفحة. هلأ هون كمان نفس الشيء، حاطت معلومات تبعي تحت. شو عم يقلنا هون؟ هل تريد المطالبة بنسبة اقتطاع أقل بموجب معاهدة ضريبية؟ إذا كان بدك إيه نعم، بتقول له نعم إنه أنا البلد موجود فيها معاهدة، بتقول له نعم، وإذا كان لا بتقول له لا. فأنا البلد اللي موجود فيها الاتفاقية تبع معاهدة الضرائب. تمام؟ فأنا بقول له نعم، بعد ما بقول له نعم بيقول لي هون تحت، مقيم في منطقة أو بلد يطلب استفادة من مزايا المعاهدة مع الولايات المتحدة، بنقول له إشارة صح عليها.
بعدين بيعطيني خيار هون بيقول لي بأي بلد أنت موجود، بحط له مثلا البلد اللي أنا موجود فيها، هون حاطط له مثلا ألمانيا. بعدين بننزل لتحت، هون عم يقول لك معدلات الضريبة والحالات الخاصة، قد يتم إعفاؤك أو اقتطاع ضرائب منك بمعدل مخفض وذلك حسب نوع الدخل المكسب داخل. يعني ما راح طول عليكم بالحكي، انه يعني هون عم يقولوا لك انه انت حط شو الخيارات من هدول الثلاثه اللي بدك تحطهم مشان ما ينخصم منك ضرائب. تمام، هلا هون حاطين اول وحده الخدمات مع مثل جوجل ادسنس. تمام، وهون تحت عم يقول لك عائدات حقوق الملكيه مرتبطه بالانتاج التلفزيوني والافلام مثل بعض الافلام وبرامج يوتيوب وشركاء بلاي. يعني هذا الخيار الثاني اللي بيعمل افلام، اللي بينتج بيعمل انتاج افلام وبيجي بينزلها على اليوتيوب. تمام، فهي بينخصم منها ضرائب، مو بينخصم منها ضرائب، هي بينخصم منها ضرائب، لانه انا حطيت مثلا على هذا الخيار، هلا بورجيكم كيف، فانه هي بينخصم منها ضرائب. طيب لو في اتفاقيه بين البلد والثاني، يعني لو في اتفاقيه مثلا بين المانيا وامريكا بينخصم منها ضرائب، لانه فيلم انت عم تنتج فيلم وتنزله على اليوتيوب عم يجيك منه ملايين. تمام، المهم عن الخيار الثالث عائدات حقوق الملكية الأخرى مرتبطة بحقوق الطبع والنشر مثل بلاي وبرامج شركاء يوتيوب. تمام، يعني مثل تشغيل الفيديوهات العادية وبالإضافة لشركاء يوتيوب. تمام، فنحن منحط على أول وحدة صح ومنحط على الثانية صح، بس نحط على التنتين صح شوفوا شو بيعطينا، شوفوا شو عم يقلي هون. وتحطيت على أول وحدة شو قلي؟ قال لي عائدات حقوق المرتبطة بالإنتاج التلفزيوني والأفلام مثل بعض الأفلام وبرامج يوتيوب وشركاء بلاي. تمام، تحت شو عم قال لي؟ عائدات حقوق الملكية الأخرى المرتبطة بحقوق الطبع والنشر بلاي وكذا وكذا. هون حاطي لي بعد ما أكبس عليه بيقولوا لي هون المادة والفقرة، بكبس عليها بتطلع لحالها المادة، بكبس على المادة، بعدين بحط نسبة اقتطاع الضريبة، النسبة المخفضة حسب المعاهدة، بكبس عليها كمان. بعدين آخر شيء هون تحت بقول لهم إشارة صح. تمام، إنه أنا الفرد اللي عملت هالشغلات هاي كلها وشفت الموضوع الضرائب والقصص هاي، حط إشارة صح ومنقول له التالي. تمام، بعدين بيقول هون عم يقول لي المعلومات كلها اللي عبيتها أنت إنه مظبوطة. تمام، بالإضافة عنا هذا النموذج اللي على اليسار، تفتح على النموذج بتلاقي كل شيء معلومات أنت عبيتها موجودة بهذا الطلب اللي بده ينبعث للولايات المتحدة بموضوع الضرائب. تمام، آخر شيء بقول لهم أؤكد أنني راجعت المستندات الضريبية المقدمة حسب علمي وأعتقد أنها صحيحة وسليمة وكاملة. بعدين بتقول له التالي، يقلبنا على هي. هون عم يقول لك حط اسمك الكامل، بتحط اسمك الكامل. تمام، تحت هون عم يقول لك أنه هل أنت هو الشخص المدرج في قسم التوقيع؟ إذا كنت أنت بتحط على أول واحدة بتقول له نعم أنا هو الشخص المدرج في قسم التوقيع وأنني أكمل هذا النموذج باسمي الشخصي. أو إذا كنت أنت حدا مكلفه بهذا الموضوع مساوي لك، يا بتحط على الخيار اللي تحت لا أنا أوقع بالنيابة عن الشخص المدرج في القسم، يعني أنا عم أوقع عن الشخص اللي عم يقدم المعلومات هاي. تمام، فمنحط على أول واحدة اللي خيار الأول، بعدين منقول له التالي، بيقلب لنا على هاي. هون عم يقول لي كل شيء معلومات أنا عبيتها وكل شيء أنا ساويته وعلى 24. تمام، وآخر شيء هون شو عم يقول لي؟ انه هل تقدم معلومات ضريبية خاصة بملف شخصي جديد او حالي للدفع لم يسبق له تلقي دفعات، او معلومات خاصة بملف شخصي حالي للدفع سبق ان تلقى دفعات؟ يعني انت تعاملت شي مع الولايات المتحدة قبل مرة، قبضت منهم مصاري، حاطت عندهم معلومات، في شغل بينك وبينهم؟ اذا في شغل بينك وبينهم تمام، بتحط على الخيار التحتاني هذا اللي هون، انني اقدم معلومات ضريبية خاصة بملف شخصي حالي للدفع سبق أن تلقى دفعات. يعني أنا اشتغلت أنا وياكم مرة في دفعات بيني وبيناتكم، تحط على الخيار اللي تحت. أما إذا كنت أول مرة بتحط على الخيار الأول، أنني أقدم معلومات ضريبة خاصة بملف شخصي جديد أو حالي للدفع لم يسبق له تلقي دفعات. تمام، بعدين منقول له على الخيار الأولاني ومنقول له هون إرسال، بس نعمل له إرسال بيقلب لنا على هي الصفحة. مثل ما كن شايفين هون عم يقول لي إدارة المعلومات الضريبية إنه معلومات عن الضرائب في الولايات المتحدة، حطي لي هون أول خيار اللي حطيته اللي هو تبع W8BAN الحالي مقبول، قالوا لي إنه مقبول مظبوط. عنا تحت اللي هو النماذج الضريبية وبنسبة اقتطاع الضريبة، كمان تحت حاطين لي إنه مقبول
نسبة اقتطاع الضريبة المطالب بها مقبول، اخضر اخضر شايفين تمام. هون عم يقول لي بقى انه خلص انه انت هلا فعلت الجوجل ادسن تبعك نظامي وبعثت لنا بيان الضريبي تبعك، هون هلا بعد هاي الشغلة شو بيصير؟ تستنى بقى انت خلال اسبوعين او ثلاثة اذا كان بدهم يبعثوا لك رمز بي اي ان، بيبعثوا لك الرمز البي اي ان تمام. بعد ما يبعثوا لك الرمز تبع البي اي ان لازم بقى ترجع تفوت انت، اذا كانوا طالبين لك هن بحسابك انه تحط تدخل بي اي ان، بتفوت بقول لك انه من فضلك ادخل رمز البي اي ان الذي ارسلناه لك تمام. بتفوت انت ساعتها، هي بنحكي عنها هي القصه بعدين مره تانية، بس ليوصلني انا ان شاء الله البي اي ان، لان انا وصيت على الموضوع امبارح تمام، امبارح عبيت هذا الطلب وقدمته، فهلا بس ليجيني. اذا اجاني البي اي ان راح اعمل فيديو تاني على الموضوع لكم كيف ندخل البي اي ان على هذا الموضوع تمام. تمام حبايبي، انا هيك هلا بكون خلصت الفيديو هذا وشرحت لكم كل النقاط اللي لازم تعملوها بعد انشاء الجوجل ادسنس. من فضلكم اللي عم تشوفوا فيديو جديد لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن. هي لي 3 شهور او 4 شهور تقريبا لحتى اخلص المهلة تبع تحقيق الشروط تبع اليوتيوب. من فضلكم لا تنسوا تدعمونا، شفت عندكم عنا تقريبا صاروا شي 500 مشترك ان شاء الله تمام، فشدونا حيلكم شوي خلونا نوصل للألف اذا الله راد تمام. بتشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.